وعودة مجددا لزميلنا علاء رشوان من العاصمة نيودلهي لإطلاعنا على مزيد من التفاصيل. علاء، بعد التحية أطلعنا على المزيد من التفاصيل لديك بخصوص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشاركة في مجموعة العشرين. نعم، هذه الزيارة التي يجريها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد الزيارة الثانية خلال هذا العام الجاري. آخر زيارة أو الزيارة الأخيرة خلال هذا العام كانت في شهر يناير الماضي من العام الجاري، عندما دعي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون ضيف الشرف الرئيسي لاحتفالات الهند ب تأسيس أو العيد 75 لتأسيس الجمهورية الهندية. وهذه الدعوة آنذاك كانت تحمل الكثير من المعاني التي تعكس عمق العلاقات التي تربط مصر والهند. ليدعى السيد الرئيس ليكون ضيف الشرف الرئيسي لهذه الاحتفالات التي جرت بمناسبة العيد 75 لتأسيس الجمهورية الهندية. في هذه الزيارة الثانية يدعى أيضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون ضيف الشرف الرئيسي لاجتماعات قادة ورؤساء حكومات دول مجموعة العشرين، هذه المجموعة الهامة التي تشكل حركة الاقتصاد العالمي في هذه السنوات تحديدا، خاصة وأن مصر يربطها الكثير من أوجه العلاقات الجيدة بينها وبين دول المجموعة، خاصة الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، إنجلترا، فرنسا، أيضا البرازيل وأستراليا. كل هذه العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وهذه الدول جعلت من مصر ضيف الشرف الرئيسي لهذه الاجتماعات لاعتبارات عدة، من بينها الحركة القوية للاقتصاد المصري وبالتالي الثقة الاقتصادي الذي تمثله مصر في محيطها الإفريقي والإقليمي، أيضا لاعتبارات تتعلق بالرؤى والأطروحات التي تقدمها القيادة السياسية المصرية في كل المحافل الإقليمية والدولية لتصحيح حركة مسار الاقتصاد العالمي، استنادا إلى دعم وتعزيز الشراكة بين الدول الكبرى من جانب وبين الدول النامية ودول الجنوب ودول القارة السمراء على وجه الخصوص. مصر تترأس أيضا في هذا العام مجموعة أو مؤتمر الأمم المتحدة متعدد الأطراف للمناخ كوب 27، وهذه هي القضية الهامة التي توليها هذه المجموعة مجموعة العشرين اهتماما بالغا. لذا كان من المهم لهذه المجموعة توجيه الدعوة للسيد الرئيس ليكون حاضرا في هذه الاجتماعات للاستماع للصوت المصري المؤثر في هذه القضية، تحديدا قضية التغيرات المناخية، وأيضا الاستماع إلى تقديرات القيادة السياسية المصرية حيال تحقيق الاندماج بين الاقتصاد العالمي من جانب وبين الاقتصادات الإفريقية الناشئة والنامية من جانب آخر. من المنتظر أن يجري أيضا السيد الرئيس خلال مشاركة سيادتي في هذه الاجتماع سلسلة من اللقاءات الثنائية التي تجمع سيادتي بعدد من الرؤساء وقادة الحكومات والدول المشاركة في هذه الاجتماعات، اجتماعات ومباحثات ولقاءات تهدف في الأساس إلى تعزيز ودعم العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر وبين هذه الدول من جانب، وتعزيز التنسيق والتشاور بين مصر وهذه الجوانب وهذه الأطراف من جانب آخر، لحيال عدد كبير من القضايا ذات الاهتمام المشترك. نتحدث عن قضايا التنمية المستدامة، قضايا التغيرات المناخية، قضايا الأمن والاستقرار في بؤر التوتر والصراعات، قضايا البيئة وقضايا التنمية المستدامة. هذه جملة من عدد من الملفات والقضايا التي سوف تكون حاضرة على أجندة عمل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاءات واجتماعات سيادته بعدد من رؤساء وقادة الحكومات المشاركين في هذه الاجتماعات. وأيضا لا يفوتنا الإشارة إلى لقاء مهم منتظر سوف يجمع السيد الرئيس ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، لقاء من المنتظر أن يبحث عدد كبير من القضايا في مقدمتها قضايا التعاون الثنائي بين القاهرة ونيودلهي، خاصة على الصعيد الاقتصادي في ضوء تنامي حركة الاقتصاد المتبادل والاستثمارات والتجارة المتبادلة بين الجانبين. ميزان التجارة البينية وصل إلى حاجز 7 مليارات دولار، وهو رقم مرشح للغاية في ضوء توافر إرادة سياسية بين الجانبين لتحقيق طفرات متسارعة
بين الجانبين فيما يتعلق بالصعيد الاستثماري والاقتصادي تحديدا. الهند مهتمة للغاية بدفع وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، تعزيز الاستثمارات الهندية داخل مصر من خلال منطقة التجارة الحرة والمنطقة الاقتصادية في قناة السويس، لتكون بوابة ملكية لنفاذ الصادرات الهندية إلى منطقة الشرق الأوسط ومنطقة القارة الإفريقية وشمال إفريقيا عبر البوابة المصرية. مصر أيضا مهتمة بتعزيز هذه العلاقات مع الجانب الهندي، لما للهند من خبرات متراكمة في عدد كبير من المجالات، صناعة الدواء، الزراعة، السياحة، أيضا الإنشاءات وتحلية المياه والطاقة النظيفة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر. إذن هناك أفاق رحبة وواسعة تضمن تعزيز وتعميق أوجه الشراكة الاقتصادية بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، خاصة وإذا علمنا أنه في خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الأخيرة إلى القاهرة في مايو الماضي، تم ترفيع العلاقات المصرية الهندية لتصل إلى العلاقات الاستراتيجية، وهو ما يضمن تعزيز هذه العلاقات على كل الأصعدة خلال المرحلة المقبلة. أيضا هذه الزيارة للسيد الرئيس تكتسب أهمية خاصة فيما يتعلق بنقل صوت دول الجنوب والدول النامية ودول القارة الإفريقية عبر لقاءات واجتماعات ومباحثات السيد الرئيس مع عدد من رؤساء دول وقادة الحكومات المشاركة في هذه الاجتماعات، بضرورة والتأكيد على ضرورة اندماج الدول النامية داخل الاقتصاد العالمي الكلي عبر تقديم حزم من ومساندة وحزم من المساعدات لضمان تنفيذ أجندات التنمية المستدامة في دول القارة الإفريقية ودول الجنوب بشكل عام. الكثير والكثير من الملفات والقضايا الهامة التي يحملها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذه الزيارة الهامة، سواء فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين مصر والهند أو فيما يتعلق بالعلاقات الإفريقية وعلاقات دول الجنوب الاقتصادية مع الدول الكبرى. نتحدث هنا عن مجموعة الدول العشرين التي يصل حجم الناتج الاقتصادي الإجمالي مجتمعا حاجز 85% من حجم الاقتصاد العالمي. حركة التجارة العالمية أو حركة تجارة دول الأعضاء في المجموعة أصبح يناهز 80% من حركة التجارة العالمية. أكثر من ثلثي سكان الكرة الأرضية هم من سكان هذه المجموعة، ما يعكس أهمية هذه الاجتماعات التي سوف تجرى على مدار يومي السبت والأحد، ويعكس أيضا أهمية ومغزى دعوة مصر ودعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون ضيف الشرف الرئيسي لهذه الاجتماعات بطبيعة الأحوال، بالإضافة إلى دول أخرى من بينها الإمارات، هولندا، سنغافورة، بنغلاديش ونيجيريا، وكلها دول تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وحققت طفرات اقتصادية متلاحقة خلال الفترات الأخيرة في مقدمتهم مصر. لذلك دعيت مصر ودعيت هذه الدول لتكون حاضرة في هذه الاجتماعات والاستماع إلى هذه الأصوات الهامة. وكما قال وصرح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أول من أمس بأنه لن يتم إنجاح صياغة خارطة طريق اقتصادية عالمية دون الاستماع إلى أصوات هذه الدول النامية التي باتت تؤثر في حركة الاقتصاد العالمي، في مقدمة هذه الدول مصر ودول القارة الإفريقية في المقدمة منها. نعم، أشكرك شكرا جزيلا على رشوان، كنت معنا مباشرة من نيودلهي، شكرا جزيلا لك.